أهلا بيكو في الفيديو الثاني من محاضرة الكورسز و How to Design a Course. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن ايه هو الكورس وشوفنا المقومات الأساسية اللي بتميزه عن اللسن، وفي الفيديو ده هنبص على بعض الأسباب اللي بتخلينا نستخدم الكورسز. أول سبب يمكن يهمنا في موضوع ليه بنستخدم الكورس هيبقى إن إحنا بنشوف bigger picture. في الغالب إحنا لما بنيجي نتكلم في لسن بنركز على الوقت المتاح لينا، وبالتالي بنركز على نقطة أساسية مهمة تتقال في حدود الوقت المتاح في المحاضرة. الكورس بقى بيدينا فرصة أكبر، بيدينا فرصة ان احنا ندي صورة اكبر، نحط different pieces من البازل بتاعتنا مع بعضها علشان الصورة تبقى اوضح، بيكملوا بعضهم زي ما قلنا قبل كده، وده بيخلي المتدرب او الطالب لما يطلع من الكورس بيطلع بوجبة علمية او وجبة تدريبية اكبر ويقدر يستفيد بيها اكتر. برضو من الحاجات اللي بتفيدنا في الكورس ان احنا لما بنقول ان ده كورس على بعضه 5 6 محاضرات 10 محاضرات اكتر اقل، مش كل مرة هبتدي اعمل الانترودكشن اتعرف عليك وتتعرف عليا، ده بياخد وقت، نمرة 1. نمرة 2 كمان انترودوسينج التوبيك اللي احنا بنتكلم فيها، المفروض في اول محاضرة من اي في اول المحاضرة بتقول احنا فين وبنعمل ايه ورايحين فين وجايين منين وكلام من ده. ده نسبيا بيتكرر، بس مش بتقدم المادة العلمية بقى كلها، مش بتعمل انترودكشن دي، غير الوقت اللي قلنا اللي هو بتستهلكه كده ولا كده في عملية التعارف، وده كله اوفر هيد، فاحنا بنقلل استخدام ده، بنقلل الهالك انجاز التعبير من الوقت اللي بيروح في الانترودكشنز اللي هي اساسا برضو مهمه، مش بنقلل من اهميتها يعني. برضو كون الكورس بياخد فتره اطول بيبقى فيه توبكس اكتر، التوبكس ريليتد بتكمل الصوره زي ما قلنا، ده بيخلق سوليد فاونديشن، بيخلق ارضيه قاعده قوية يقدر المتدرب فيها يطلع ويبني لقدام، أو على الأقل يقدر يستخدم حاجة متكاملة في إن هو يتقدم في اللي هو بيبلان ليه، سواء الحصول على شهادة أو حاجة في الشغل أو. فده ممكن أنت اللسن بيبقى سوليد وبيبقى نوع من الفاونديشن، بس مهما كان بيبقى إيه محدود، بينما الكورس بتقدر توسع فيه وتبني قاعدة أكبر وتحط عليها كمان بعض التطبيقات، تحط عليها بعض الإمكانيات اللي يطلع بيها المتدرب أو الطالب بتاعك. فالكورس جنرالي بيبني more solid foundation علشان المتدرب أو الطالب بتاعك. برضو من الحاجات اللي بتفتقر ليها اللسنز ان انت تدي الطالب او المتدرب حاجة يعملها او يقراها او يذاكرها وبعدين يرجع، ما هو مش هيرجع، ما فيش حاجة بعد كده، هو لسن واحد لكن او محاضرة واحدة. لكن لما بندي كورس اللي هو عادة متقسم على مجموعة لسنز، متقسمة على مجموعة ايام over the period of weeks or months، بتلاقي ان انت عندك فرصة تدي المتدرب حاجة يعملها، سواء ان انت تطلبها منه ان انت تديله assignment او project او ان هو المتدرب نفسه من نفسه بيبتدي يحاول يراجع ويسترجع الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه، فيقدر يقرأ ويوسع معرفته في الموضوع ده ويستعد اكتر للموضوع الجاي. فهنا ده حاجة صعب جدا ان انت تعملها في اللسن او في المحاضرة اللي بتديها كمحاضرة واحدة، لكن الكورس بيديك فرصة اكبر. كمان الكورس ممكن مثلا لو بيبقى في امتحان في الاخر بتخلي المتدرب او الطالب كل مرة بيراجع هو خد ايه، انا عملنا ايه المرة اللي فاتت، طب هنعمل ايه المرة الجاية، طب لما يجي الامتحان هعمل ايه. مهم ده بيخلي فيه ربط مستمر بين المادة العلمية وبين بعضها، وبالتأكيد لما الطالب
بيهتم باللي خده ويراجعه علشان يستعد للمرة الجاية، ده بيعلي قدرته على استيعاب المادة العلمية اللي هو اتعلمها. يبقى احنا كده عرفنا السؤالين الأساسيين اللي كنا بنتكلم عنهم، هو ايه الكورس وليه بنستخدمه. ان شاء الله في الفيديو الجاي هنتكلم مع بعض عن ازاي بقى نديزاين الكورس. المرة الجاية هتبقى الفيديو طويل شوية، هنبتدي نتكلم على التفاصيل 1 2 3 4، ايه اللي المفروض يتعمل وايه اللي المفروض يتحط في كل خطوة من خطوات تصميم الكورس. يبقى احنا في الفيديو ده وفي الفيديو اللي فات بس قدمنا بسرعة ليه بنستخدم الكورسز وهي ايه وايه اللي يفرقها عن اللسن، يمكن كان كتير واحنا بنتكلم بنقارن اللسن بالكورس علشان الصورة تبقى أوضح بالنسبة لنا. فأرجو أن أنتوا تشاركونا إن شاء الله الفيديو الجاي وتفرجوا أو نتكلم مع بعض عن إزاي نعمل كورس جديد وإزاي نصممه وإيه الحاجات العناصر اللي محتاجين نحطها فيه. أشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله.